النهارده احنا ليه؟ احنا هنا ليه؟ احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا هنا النهارده فكرنا في حاجه مهمه جدا. عايزين نظهر فن الزمن الجميل باخلاقياته وقيمه. قد ايه الناس دي ادتنا قيم واخلاقيات. مش هنقارن بين زمان ودلوقتي، بس احنا عايزين نرجع للزمان مش عشان حاجه غير ان احنا عايزين نربي اولادنا على قيم واخلاقيات اللي احنا مفتقدينها النهارده، واللي كانوا ابائنا بيدوها لنا في السينما، يدوها لنا في الغناء. يا رب ان احنا نقدر النهارده نوفق في هذه الندوه ان احنا نلقي الضوء على فكره الزمن الجميل واللي قدمه وارساء القيم والاخلاقيات الموجوده فيها. انا احب افرجكم على لما ابتدينا نتجمع الفيديو اللي جاي ده دقيقتين بالظبط او دقيقه ونص لابناء فنان الزمن الجميل اللي اعضاء معانا في اللجنه. اتفرجوا عليه. اتفضلوا. شكرا يا احمد.